معكم مشاهدينا لقاءاتنا عبر سكايب بيوم جديد. معنا بروفيسور وجيه أبي صالح، رئيس قسم أمراض الرئة BCMC. بروفيسور صباح الخير. صباح الخيرات. أهلا وسهلا فيك. يعني بروفيسور، إطلالتكم بهالاختصاص حاجة ملحة. نحن بزمن الكورونا، بزمن الحرايق، بزمن ما بعرف شو بدنا نسميه هيدا الزمن للصراحة، بس كل شيء عم نتنشأه وعم بيقعد برويينا للأسف. يعني كنا هيك نستعين فيكم لحتى نحكي عن مدار التدخين، هلأ صار لازم نحكي عن مدار التلحيم، لأنه دايما الحجة عم بتكون تلحيم وعم بصير في حرايق. كل شيء عم نتنشأه بروفيسور، وين عم بروح؟ صراحة فعلا البلد عم بيقطع بأوقات عصيبة جدا. يعني فعلا صرنا نصدق انه في شيء صايبة عين، ما بعرف، بس فعلا شيء بخوف. هلا اكيد نحن اليوم عم نحكي عن الحريق اللي صار وتاثيره على الجسم، واكيد وقت الواحد بفكر باستنشاء الانبعاثات اللي بتصير من وراء الحريق بفكر بالرواية بشكل اساسي، بس كمان في انبعاثات تطلع من الحريق بيمتص الجسم وفيها تاثر على الجسم كلياته، خاصة مونوكسيد الكربون يلي هو معروف انه بيوصل لتسمم بالدم، بيوصل لعيان وضيقة نفس واستفراغ وحتى حالة غيبوبة. حسب قد ايه بيكون الانسان قريب من مصدر الحريق ومن مصدر الدخان اللي عم بيطلع، قد ايه شو ممكن يكون عم بيتاثر بشكل مختلف. يعني الناس اللي كانوا قراب من الحريق اكيد بتاثروا بالحراره كمان، مش بس بالانبعاثات، والشيء هذا بيقدر يحرق المجاري الهوائيه ويوصل لمشاكل مهمه كثير بالرويه وبالقصب الهوائيه. نعم بروفيسور، بس نعم رح نتابع طبعا مع حضرتك، بدي اياك تضلك معنا. رح نروح لموجز اخبار وبنرجع لحتى ناخذ كل التفاصيل من حضرتك. نرجع لكم مشاهدينا لنتابع اللقاء يلي كنا بداناه مع دكتور وجدي ابي صالح، رئيس قسم امراض الرئه BCMC. بروفيسور مرحبا مره ثانيه. مرحبا مرة ثانية. يعني نحن بنعتذر لأنه قطعناك أول مرة، بس هلأ رح نترك لك المجال لحتى تخبرنا أكثر عن شو عم بيصير. مثل ما ذكرت حضرتك، مش بس يعني الدخان يلي عم نتنشأه، كمان عم بيصير في يعني مشاكل بعد أكثر وأقسى من هيك بروفيسور. فعلا أنا كنت عم جرب أقول أنه حسب شو نوع الانبعاثات اللي عم بتكون من الحريق بتتأثر الرئة، بتتأثر الجسم بهالجزيئيات اللي بتفوت منها بالشعبات الهوائية العليا ومنها بتنزل للرواية لتحت. نعم. بتوصل لحالات تأزم بالربو وبالانسداد الرئوي المزمن عند المدخنين وحتى عند الناس اللي عندهم رواية سليمة، إذا كانوا على قرب من مصدر النار والدخان ممكن يصير عندهم ربو مستجد، خاصة الأولاد الصغار والكبار بالعمر بيكونوا كثير من غيرهم المشاكل هدول. نعم بروفيسور، وقت اللي بنحكي عن مسافة قريبة يعني قد ايه قريبة؟ يعني بس يكون صار الانفجار تنقول بالمنطقة كلها تأذت، عم بيصير في حرايق حسب الهواء وترددات الهواء عم توصل يعني الرواية خليني أقول، أو حتى هيك بعد القصص عم نتنشأها، هيدي كمان ما بتأثر؟ بلا أكيد بتأثر. بس وإمتى ببين تأثيرها تحديدا؟ بعد قد إيه يعني نحن بنلمس؟ عادة دغري بتبين تأثيرها، دغري عند الاستنشاء. وأكترية عم نحكي نحن بالمناطق يلي هي شوي بعيدة مثل ما أنت قلتي عنا، اللي بيحملها الهواء وبيمشي فيها هالغيمة السوداء، هيدي الإنسان أكترية العوارض بتبين دغري بوقتها، ضيق تنفس، سعال، العيون بتصير تحك وتحرحر، وهل العوارض هدولي. انما اذا ضلت هالانبعاثات على فترات طويله بتاثر على كمان جهاز القلب والشرايين، وبتاثر كمان على المدى الطويل. بس انتبه هون عم نحكي نحن على انبعاثات عم تتكرر، مش شيء صار مره واحده، وقتها فيها توصل حتى لامراض سرطانيه وقت اللي بفوت بعض البارتيكلت ماترز على الجسم.
يعني الواحد بروفيسور اوقات يعني في اشخاص بتتحمس بتروح بتركض على مكان تنقول اذا لا سمح الله صار انفجار او صار في حرايق، هون لازم ياخذوا احتياطاتهم، ونحن هلا بزمن الكورونا عم نكون مجبور نكون حاطين ماسك، هالماسك عم بيكون مفيد؟ هالماسك هيدا ما عنده فعلا إفادة كتير مهمة لهالانبعاثات هدولي. الماسك كتير مهم للكورونا، ما تفهموني غلط، وشايفين على وجهي علامات الماسك بضل لابسه كل النهار، بس نسبة للكربون مونوكسيد مثلا، أما بعد الأسد يلي بيكون طالع بالجو، هالبارتيكلت ماترز هدولي كمان ما بيفلترها مزبوط الماسك، بقى منها شواقية. وأكيد الخطأ أنه الإنسان يركض على الحريق، هلا الإنسان يلي لازم يروح لهنيك مثل بعض ال شو اسمه الـ لإخماد الحرائق طبعا بالزبط. مثل بالزبط. عناصر الدفاع المدني، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، هالكلمة أفتش عليها. أكيد هدول حرام مجبورين يروحوا، بيكونوا مجهزين بماسكات كثير متطورة أوقات لحتى يفوتوا على مناطق الحريق، لأن فعلا إذا بيقربوا من منطقة الحريق مش بس في عندك الانبعاثات، مرة تانية في كمان الحرارة يلي بتكون عالية جدا، وهيدي بتأثر كثير بالمجاري الهوائية، فيها توصل لمشاكل كثير كبيرة بالرواية وللوفيات. اوف هالقد يعني نسمع كل حال كثير من الناس يلي ما صابوا شيء، يعني ما مبين عليهم اثار حريق، بس للاسف فقدوا حياتهم لانه تنشأوا كل هالانبعاثات مثل ما حضرتك عم بتقول. ما بدي اعمل حاله هلع، عم بحكي عن الناس اللي كثير قراب من مصدر الحريق والحراره، الناس اللي كانوا على مسافات ابعد هدول بصير عندهم حالات تأزم من الربو، أما حتى وقت ربو مستجد، أما انسداد رئوي مزمن، خاصة مثل ما قلت الكبار والصغار. أنا كنت عم بحكي الحالات الوفيات كانت لناس قراب من انبعاثات الحرارية والدخانية. يعني بدنا نقول الله يحمي الجميع، اكيد مش عم نلحق على كل حال على مصايب. ودكتور حضرتكم كمان بالاقسام عندكم الخاصه بالرئه وهلا زمن الكورونا، يعني بدنا نقول يعطيكم الف عافيه. كيف بدنا نضلنا مواجهين هيدي الازمه العالميه؟ والله صراحه ازمه الكورونا ازمه بدها تاخذ وقت، وبدها تاخذ فعلا التزام من الجمهور كلياته. يعني قصه التباعد الجسدي ولبس الماسك شغله كثير كثير مهمه، بانتظار يكون عندنا حلول نحن طبيه اللي بعد ما بينت، يكون عندنا اطعمه فعاله وما عندها سايد افكتس لحتى نقدر نخلص بقى من هالوباء. بس هالوباء مطول معنا، وفعلا لازم الجمهور كلياته يلتزم بالتوجيهات، غسل اليدين، لبس الماسك، الابتعاد، الامتناع عن التجمهر بشكل كثير كبير، تنكمل حياتنا من دون ما نعرض حياتنا. نعم بروفيسور، بدي استفيد من اطلالتك معنا اليوم، بدي كمان هيك احكي اكثر واكثر عن الكورونا، لانه في كثير من الاشخاص بيعتبروا حالهم صاروا بيعرفوا بهيدا الموضوع وما بدها هالقد، اوكي عم نلبس ماسك ماشي الحال، وبخبرونا انه اوقات في اشخاص مصابين بالكورونا بس بنوع كورونا ما بيعدي. قد ايه هالمعلومه يعني بروفيسور يعني ايه غلط وليش عم بيصير في تناقل هالقصص؟ اي نعم تفضل. لانه الانسان بطبيعه الحال بحب يفوت بنوع من دينايل، انه ما في شيء، بدي كمل حياتي، بدي اروح، وهذا الكورونا ما بيعدي، اما انا ما بنعدى. لا نحن بهمنا بشكل واضح انه في ناس عندها عوارض خفيفه جدا، اما ما عندها عوارض حامل الكورونا وعدت. الكورونا بيعدي من اكثر شيء معديه، ما نسخف الموضوع لانه هالشيء بيوصل لكوارث. بروفيسور كمان هلا في عوده الاولاد للمدرسه، تحديدا الاولاد يلي عمرهم صغير، عم نسمع انه اذا بيحطوا الماسك لفتره طويله هذا الشيء مش منيح لهم، لانه بيكونوا عم يتنشأوا كمان، يعني كمان غلط. اي شو؟ ابدا، يعني انتم يمكن تعرفوا انه هالماسك هيدا اللي عم نلبسه هيدا مش ماسك اخترعناه للكورونا، هيدا موجود من سنين عديده جدا، بنلبسه نحن كاطباء. في عندك اوقات بنفوت على عمليات جراحيه
بتطول ساعات طويلة 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 جدا، ونحن لابسين هالماسك ولابسين تياب عازلة بشكل كامل، ما شفنا ولا جراح غيب عن الوعي وطب على الطاولة هو حاط الماسك. هيدا شيء مش مزبوط ابدا، لازم ينلبس الماسك، ما في اي مشكلة بلبس الماسك على صحة الانسان، لازم يلبسوه. يعني هيك حتى نرجع نحدد ونركز اكثر بروفيسور مع حضرتك، لانه كثير بيقولوا انا ما بقدر البس ماسك، بيخنقني، بضيق لي نفسي وبيعمل لي حساسيه. في اشخاص بتعمل عليه حساسيه مزبوط، وفي انواع منه، في كمان انواع قماش، قد ايه الانواع القماش بتحمي اذا نفخنا الشمعه وما قدرنا طفيناها؟ هيدا شيء كمان يعني القماش اكيد حيال القماش ممكن يعمل حساسيه عند حيال الانسان، بس انه بيختنق الانسان هيدا انا برايي منه بمحله هالتوصيف. في عندك ناس بيكون عندهم مشاكل نفسيه كلوستروفوبيا، يعني ما بيقدر يحط الماسك، بحس حاله مخنوق مثل اللي ما بيقدر يفوت على المصعد على الاليفيتر. هيدي كلوستروفوبيا، هيدي مش انه حاسس حالي ما عم فيه يتنفى بديش، مش مزبوط الحكي هيدا. لازم يلبسوا الماسك. اذا عندهم حساسيه بدهم يغيروا نوعيه القماش لشيء ثاني ما عندهم عليه حساسيه، اكيد مش هالشيء مش لازم يشجعون على انه يطلعوا لبرا من دون ما يكونوا حاطين هالوقاية هيدي. نعم بروفيسور، الأزماتيك فيهم كمان يحطوا الماسك عادي؟ ما بخفف عادي؟ أكيد. عادي أوكي. ما في أي مشكلة، يعني ما حدا عنده حجة أنه ما يلبس الماسك لحتى يحمي حاله ويحمي الآخر. وفي أشخاص كمان بيصيروا يقولوا لنا أنا ما بخاف إذا انعديت، فهن ما بيلبسوا الماسك. هيدا شيء كمان خطير دكتور، يعني اذا انا لابسه ماسك وشخص معي مش لابس ماسك، هيدا الشيء بخليني بمنقى من العدوى ولا بضل في بورسنتاج؟ بضل في بورسنتاج. هلا هو اذا الانسان اللي قاعد حدك عنده كورونا وانت حاطه ماسك، بضل في عندك احتمالات لا باس بها انك طلقت الكورونا منه، بينما اذا هو حاطط الماسك وانت حطيت الماسك بتخف كثير احتمالات العدوى. بقى لازم الشخصين يلي ما اذا ما عندكم كورونا ما في مشكله، بس نعم. اذا في موجود انسان بهالمجتمع مثل ما هلا الارجح يكون في موجود لانه صرنا بفتره التفشي الوبي، ماشي بين العالم ومنه حاطط الماسك بيكون عم بيعدي حتى اذا لحواليه لابسين الماسك، لازم الكل يحطوا الماسك الكل. بروفيسور، باي حالات نحن مطلوب منا نعمل فحص البي سي ار؟ اوقات في اشخاص بيحكوا عن الكورونا بنحس بالعوارض، بنقول بدي روح اعمل بي سي ار، بس فعلا امتين لازم كل شخص يحس انه عنده مسؤوليه؟ كثير منيح لكم. حراره، وجع زلاعين، بيخسروا حاسه الشم اما حاسه الطعم، سعله، ضيقه نفس، هدول كلهم بهالوقت هيدا عم بيصيروا بشكل مستجد، يعني بيوم يومين بشكل فجائي، يعني تطورت بسرعة. هدول اكيد لازم يتجهوا لحتى يفحصوا نفسهم، لانه حتى اذا هن عوارضهم خفيفه هن بيعدوا لازم ينعزلوا، حتى اذا مش ضروري يفوتوا على مستشفى على القليل ينعزلوا لحتى ما يزيدوا من انتشار الوباء. هلا نحن كمان بالمستشفيات بنعمل كثير اوقات بي سي ار على الناس ما عندهم ولا عارض قبل ما يفوتوا على عمل جراحي اما على عمل تنظيري، بنعمل لهم بي سي ار حتى اذا ما عندهم عوارض، لانه مثل ما قلنا من شوي اكيد في ناس في عندهم يومين ثلاثه مش حاسين بشيء بس هن الكورونا موجود عندهم وبيعدوا، بقى نحن بنعمل لهم حتى اذا مش حاسين شيء بي سي ار. بتعرفوا كمان السفر يلي يعني عم بيطلعوا بالطيارات وعم بيتجهوا من بلد لبلد عم يفرض عليهم انه كمان يعملوا بي سي ار قبل ما يطلعوا بالطياره. نعم ضروري. دكتور، إذا في شخص خالط يعني كان بمكان وفي شخص كان معه كورونا قبل وما بين عليه عوارض، هالشخص مطلوب منه يحجر حاله ولا يعمل البي سي آر أو الاثنين سوا؟ المخالط لازم إذا في حدا كان قريب منه حسب يعني كيف كانت المخالطة، إذا يعني معه بفرد بيت بفرد أوضة أكيد لازم يحجر نفسه لحدين ما تطلع النتيجة، لأنه كثير أوقات النتيجة بتاخذ يومين ثلاثة تتبين إيجابية عند الشخص الثاني. فهلا إذا كان المخالط يعني بعيد كثير بفرد بناية بفرد مؤسسة ومش شايفه لهالزلمة بيكون وقت الخطر أقل، يعني بدها كومن سنس، هيدي اتس جادجمنت كول، بده يفكر الواحد
هو يحكي مع بمسؤوليته. الطبيب تبعه، يسأل ويستشيره ويقرر إذا لازم يعمل الفحص أم لا. وبالأخير إذا عنده شك وحابب يعمل الفحص ما في ضرر من عمل الفحص أبدا، بالعكس في إمكانية للاستفادة. هو دكتور صار في أكثر من فحص، مظبوط صحح لي المعلومة؟ في كثير فحصات، مظبوط في كثير فحصات. في أشياء بتتكل على البي سي آر يلي هي بعدها بتعتبر اليوم الجولد ستاندرد، بس هي ما فعلا حتى عند الناس اللي عندهم كورونا وعم بيصير معنا حالات نحن بنكون تقريبا مأكدين انه هالمريض عنده كورونا، بس وقت بنعمل له البي سي آر تبعه بيطلع سلبي. ما بنلقط نحن كل الحالات بالفحوصات اللي عندنا اياها. في فحوصات كمان بتتكل على فحص الانتيجين، منها على فحص الانتي بوديز ان كان اي جي جي ام اي جي ام. صار في عم بيزيدوا عندنا الفحوصات المتوفره كرمال تشخيص الكورونا. نعم. والاماكن بالمستشفيات دكتور قد ايه عم بتكون يعني ساتوري؟ صراحه نحن مع زياده الاعداد اليوميه اللي عم نسمع بين 500 و600 كل يوم، الحالات اللي بتستوجب دخول مستشفى اكيد بدها تزيد. بعمليه حسابيه بسيطه. واللي بخوف اكثر هو دخولهم على العنايه الفائقه، لانه اسره العنايه الفائقه محدوده، خاصه الاسره اللي فيها مكانات تنفس اصطناعي، ما عندنا قد ما بدنا، هدول عدد محدود. هذا هو الخوف. بعد نحن ما وصلنا على saturation of our system، بعد في عندنا مجال، بعده عم بيكون التركيز الاساسي على مستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الكورونا، وعم نشوف أكثر وأكثر مستشفيات خاصة بلشت عم تستقبل هالحالات هدول. نعم بروفيسور، أنا بدي أتشكر إطلالتك معنا لليوم، أهلا وسهلا فيك. بس سؤال سريع، نحن خلص وقتنا، عم بيقولوا لي لازم أختم. الوفيات عم نسمع بحالات وفاة، الأعمار عم بتكون كيف دكتور؟ ولا حتى لو كانت أعمار صغيرة بس سنة عندهم حالات صحية معينة، ولا أوقات عم بيكون هالقد؟ ايه الكورونا اكثرية الوفيات عم تكون فوق الستين. اكثرية فوق الستين، والناس عندهم مشاكل صحية تانية. يعني بنطلب الشفاء والسلامة للكل. بروفيسور اهلا وسهلا فيك من جديد، شكرا لك. شكرا لحضرتك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، يعني الانتباه ضروري وواجب، وكل واحد منا عنده مسؤوليه تجاه حاله وتجاه الاخر. خلينا كلنا نعمل مجهود ونعمل واجباتنا تجاه بعض، ان كان بالاهتمام بصحتنا طبعا الجسديه، صحتنا النفسيه، صحتنا العقليه. خلينا نعمل هالافار على قد ما فينا. ان شاء الله يا رب كماله نهار مع اخبار حلوه، هيدا الشيء يلي بنتمناه. ويلي ما عنده خبرية حلوة، هيدا هيك على صعيد نحن المجتمع العادي بين بعض، ما ننقل أخبار سيئة. نحن لهون بيخلص لقائنا معكم، بكرة يوم جديد إن الله راد، بتمام الساعة 8:30. باي باي.